طمن على حالة الطقس من خلال اتصال التالي مع الأرصاد الجوية مع المتنبئ ماهر حسن. ألو، صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. كيفك سيد ماهر؟ يا أهلا وسهلا. يعني اليومين الماضيين كان في أمطار واليوم هيك في درجة من البرودة. خلينا نطمن على حالة الطقس، كيف راح يكفي معنا خلال 24 ساعة القادمة؟ نعم، بداية نذكر بكميات الهطول المطري خلال 24 ساعة الماضية، سجلت في اللاذقية 23 مليمتر، في مطار الشهيد باسل الأسد 40 مليمتر مطري، في القرداحة 32، صنوطي 34، كسر 25، المزارع 38، الحفري 35، القطيلبية 26، وادي قنديل 22، والبهلولية 24 مليمتر مطري. نعم. حاليا وخلال اليوم تضعف فعالية المنخفض الجوي مع بقاء الطقس غائم جزئيا، وبقاء الفرصة أيضا لهطل زخات خفيفة ومتفرقة خلال ساعات بعد الظهر، كما تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام. وغدا الثلاثاء يستقر الطقس ويتحول إلى صحو مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات بعد الظهر، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 18 صغرى 14، المنطقة الجنوبية عظمى 15 وصغرى 11، في المنطقة الوسطى عظمى 14 وصغرى 10، المنطقة الشمالية عظمى 15 وصغرى 8، والمنطقة الشرقية عظمى 16 وصغرى 11. نعم، يعني نهاية المنخفض الجوي سيد ماهر رح تكون غدا يوم الثلاثاء. تماما. نعم. يعني اليوم كما ذكرنا هي بقايا المنخفض الجوي، وغدا الثلاثاء يستقر الطقس إن شاء الله ويتحول إلى صحو. نعم، شكرا لحضرتك، وكان معنا من الأرصاد الجوية المتنبئ الجوي ماهر حسن، يعطيك ألف عافية. يا أهلا وسهلا.